فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل من خارج هذه البلاد، يقول: عندنا بنك يمنح بطاقات للعملاء، وعندما يشتري شخص عن طريق هذه البطاقة من محل بمبلغ 100، فإن البنك يسلم للمحل المشترى منه 100، ولكن يحسبها على العميل 99، فيخصم له من باب جلب الزبائن والعملاء، فهل يجوز؟ هذا ربا، أنت محتالين على الربا، وأخذين ثمن البطاقة منك، ما تبرعوا بالك، أخذينه منك مضيفينه على القيمة، هذا كله من الحيل الباطلة. نعم، انتهى. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه.